ثلاث شهور تقريبا بين فترة حظر جزئي حظر كلي وعزل مناطقي، فترة طويلة تعطلت فيها الأعمال، ولكن دايما في جانب مشرق آخر. هيدي الفترة الطويلة قضوها الناس بالبيوت، خلونا نشوف اليوم شو المهارة اللي نموها أو شو المهارة اللي تعلموها خلال هيدي الفترة مع العيلة وبالبيت. قعدنا بالبيت، شنو صار؟ قمنا نسوي الصحي، قمنا نسوي الميكانيك، قمنا نسوي شغل البحر، ما البحر اغراضنا بالله البحر، يعني صار عندنا وقت فراغ فاضي. بس ولله الحمد هم من هذا مراجعتنا القرآن الكريم، وقمنا نذكر من الصلاة والهدايا، والحمد لله على كل حال. دش على جوجل اشوف شنو الطبخة، ما طبخة الناس، يعني الشيخ خفايف، معكرونة، شيء كبسة لحم، دجاج، طالع وطبقه على التلفون واسوي. مو انا بس اللي عندهم اطفال صغار قطعة الحفاضة، قطعة خلاص يعتمد على نفسه بسهالة يقطع لياه الحفاضة. احنا نتصرف بكل شيء، يعني بدينا وايد اشياء. اول شيء احنا اعتمدنا على نفسنا، كان في طلبات وايد من المطاعم، حاليا لا، وحسينا ان فعلا ان احنا نقدر ان احنا نسوي هالاشياء. صرت اطلع وصفات اكثر، صرت اطلع على اشياء اكثر. كنا الحلويات الاعتماد الاساسي من برا، الحين لا، صرنا الحلويات نتفنن فيها في البيت، الطبخات نتفنن فيها. بيتزا، كل حاجه عملنا، كل حاجه في البيت. وانا عندي كمان مراتي بتحلق لي دلوقتي، بتوصل الشعر. أول شيء تعلمنا الصبر، مو برا، الصبر في البيت، التعامل مع العيال، مع الزوجة. تعلمنا بعض الأشياء إن نقدر ننجزها في البيت. قبل كنا غير عارفين عن هذا الموضوع تماماً، ولا لنا إيد في البيت نهاية، كله بالنا شغلنا برا، نطلع برا ونرد. فالحمد لله تعلمنا أشياء وايد.